سواء الاستخدام كان شخصي او استخدام عملي، ضياع الداتا فكره مش مقبوله، خصوصا لو الداتا اللي بتمتلكها ليها اهميه كبيره. وبما ان مفيش حد مقابلش مشكله ان فجاه وبدون اي سابق انذار ان الهارد يقف عن العمل، ومن اللحظه دي بتبتدي رحله البحث عن اي حل يحاول يرجع لك الداتا باي شكل من الاشكال، وفي الغالب الحل ده موجود بس بيكون مكلف شويه. عشان كده الحل المثالي بيكون في وحدات التخزين الشبكي، واللي بتكون ترجمتها لكلمه ناس واختصارها نتورك اتاتشد ستورج. وعشان تعرف فكره وحدات التخزين الشبكي ارجع للفيديوهات بتاعتنا، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لقناه عرب هاردوير. كنا استعرضنا في عدد من الفيديوهات عدد من اجهزه الناس، وكانت مواصفاتها ضعيفه جدا على انها تشتغل مالتي تاسكينج، ده غير ان بعضها كان غير داعم للدايركت اكسس. والاجهزه اللي بالشكل ده بيكون مش مطلوب منها الا انها تكون وحده تخزين عن طريق الشبكه. لكن الجهاز اللي معانا، او بمعنى اصح الفئه اللي بينتمي ليها الجهاز اللي معانا واللي بتكون اعلى فئات شركه كيونام، تقدر تقدم اداء في المالتي تاسكينج. تعال نشوف مع بعض ملحقات ومواصفات الجهاز اللي معانا تي في اس 682 تي. اول حاجه هتقابلنا في محتويات الجهاز هي كويك انستليشن جايد، بطاقه شكر من شركه كيونام، كيبل باور، ريموت كنترول عشان الميديا ستريمينج، عدد 2 من المسامير والقواعد والهيت سينك الهاردات الام 2، عدد 4 كابلات لام باللون الاسود، وعدد كابلين لام باللون الازرق، مجموعه من المسامير لتثبيت الهاردات السوليد ستيت درايف بحجم 2.5 بوصه. اما عن مواصفات الجهاز، فالجهاز اللي معانا بيجي ببروسيسور انتل كور i3-600 بتردد 3.7 جيجا هرتز ديول كور، وسبورتد لتقنيه الهايبر تريدنج من انتل. الرام هتكون بحجم 8 جيجا دي دي ار 4 في وضعيه دول تشانل، ده غير انه بيدعم تركيب رامات بتوصل لحد 64 جيجا دي دي ار 4، فلاش ميموري للسيستم الخاص بشركه كيونام بحجم 512 ميجا بايت. الجهاز من الجزء الامامي بيدعم تركيب عدد 4 هاردات SSD او HDD بلس مكانين تانيين لتركيب هاردات SSD بحجم 2.5 بوصه. كل اماكن تركيب الهاردات فيها لوك بالشكل ده، وطريقه فك الراك بتكون بالشكل ده، ده غير دعم الموديل لعدد هاردين SSD بمنفذ M2. لكل هارد هنلاقي انديكيتور عشان يبين حاله الهارد. الجزء الامامي من الجهاز بيحتوي على باور بوتون ويو اس بي 3 انبوت متصل بيو اس بي كوبي بوتون، والفكره في انك بدون توصيل اي ديسبلاي تقدر تحط اي يو اس بي ديفايس وتضغط على البوتون اللي فوق اليو اس بي، بس قبلها لازم تحدد المكان اللي هيتم النقل اليه من داخل السيستم في الاعدادات الخاص بيها. اما عن اماكن الانبوت والاوتبوت، فهي بتتكون من عدد 2 لان RG45 بسرعه 10 جيجا بت، عدد 2 Thunderbolt 2، ودي تعتبر واحده من اهم مميزات الجهاز اللي متاح معانا، بورت 3.5 مليمتر للسيستم مينتنس، عدد 4 يو اس بي 3، عدد 4 لان RG45 بسرعه 1 جيجا بت، عدد 3 HDMI، ودي من المميزات اللي تحسب لاجهزه الناس من شركه كيونا. بعد كده هنلاقي ريسيف بوتون صغير، في الاخر هنلاقي الباور سبلاي والباور اون بت التقليدي والباور اون اوف، ودي من الحاجات النادره اللي موجوده في اجهزه الناس. فوق الباور على طول هنلاقي مروحه تهويه بحجم 80 ملم، وعلى اليمين وعلى الشمال من الوراحه هنلاقي 2 بنت ان سبيكر. اخر حاجه هتكون 2 انبوت مايك 6.3 ملم، واوت بوت سبيكر 3.5 ملم. وهنا هيبقى الاختيار في تشغيل الصوتيات، اما عن طريق البلت ان سبيكر او الاتش دي ام اي او السبيكر اوت. اما عن تبريد الوحده، فالشركه وفرت عدد 2 بلون فان، واحده دايركت على الهيت سينك الخاص بالسي بي يو، والتاني بيسحب درجه الحراره من الرام والام 2 اس اس دي، ده غير ان شركه كيونام زودت الام 2 بورت بسنسورز لدرجات الحراره. وده كان انبوكسنج واوفر فيو سريع لوحده التخزين الشبكي تي في اس 682 تي المنتمي لاعلى فئه من شركه كيونام، واللي ممكن يكون واحد من الحلول الذكيه للفئه الكونتنت كرييتور زي الستريمينج والانكودنج والريكوردنج، وده بفضل السبيسيفيكيشن متوفرة في أجهزة الفئة اللي بيوصل السي بي يو فيها الكور i7 من الجيل السادس، مع دعم من عدد هاردات أكتر. أتمنى يكون الأوفر فيو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب لقناة عرب هاردوير. أشوفكم في فيديو جديد.